شكرا. الترشح قال الاستاذ محمديان هل هو في حاله هل هو من حزب الصواب؟ قلت له قايل لك وقايل للموريتانيين كاملين عن ترشح التيار الانعتاق المتمثل الجناح السياسي في البراك لي يخلق في موريتانيا ولي يعتبر ولي يدخل بقوة في البرلمان وفي المجالس البلدية وفي المجالس الجهوية إذا عادت لي تم خالقه. يا غير ما نعرف كانوا من حزب الرق ليعود والله حزب الصواب والله حزب دال والله حزب مين والله حزب سين. المؤكد ان المؤمن لا يسد عليه باب ونحن بإذن الله تعالى مؤمنين.